ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى، يفرد الله لا يجعل معه شريكا. نعم. نفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. Aryan sampanan Allah dia atuban is amru karazan tauhid anaktil tauhid ar-rububiyyah udun imzanya tauhid ar-rububiyyah tauhid al-uluhiyyah ni fa'ruwa tauhid al-uluhiyyah tauhid al-asma'i was-sifat al-fatil tauhid al-asma'i was-sifat al-awwal tauhid ar-rububiyyah ma huwa tauhid ar-rububiyyah udun imzanya tauhid ar-rububiyyah innana ba'dan sunawi tauhid ar-rububiyyah إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق مثلا الخالق هو الله لا يخلق إلا الله زمن فانتانا من الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية زمن فانتانا من الله سبحانه وتعالى أم عسل زنوي الله سبحانه وتعالى إزريران بحار سميسنا إذا نيزا بحار أكوشن الله سبحانه وتعالى الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة فاروزا دي التوحيد الألوهية توحيد الألوهية زند فانقاما من الله سبحانه وتعالى عن فانقونا رهيت بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا نعبد إلا الله زنوي تعبتك توزا منوفك منو فانقونا وحنوكم حافظة من الله فالله رأيك وزن نتوبتك الثالث توحيد الأسماء والصفات عن فاتل زندي فانقاما من الله سبحانه وتعالى أمر ونار نسل وكويتل إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. زنيف فانقانا من الله الله سبحانه وتعالى إزريان من نتير فرنسارا من نريونار من فرنفير. نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. زي تويتا رهيتا سريوانار نريهيتا إزي ولازم تطلق سبحانه وتعالى ونطلق مس القرآن وعنا من الله نانتين فمنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن من نزل في الغني الله سبحانه وتعالى تتشيك كنا بارا من وزيزاب ينزه الله عن مماثلة الخلق لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص أتشيك نبارا ديا من لفظ من الله سبحانه وتعالى أن فقط في زنا عزم زنا قلوم بيل سبسيب نبارا من الله سبحانه وتعالى إذا لي فين كمبليك أبتو بيزنا أن نلوم بيل زينو أن كمبلينا تشعن نعم